شبح الإضراب يعود من جديد لقطاع التربية. 5 نقابات مستقلة تشل عدداً من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني. في الجزائر العاصمة تفاوتت الاستجابة للإضراب في الأطوار التعليمية الثلاث. أنا تلميذ الثانوي سعد مزارين ما قبو قرينا اليوم ما كاش لاقا. اليوم جينا صبح المدرسة تاعنا هذا بحبونال متوسطة بحبونال. دخلنا قالوا لنا ما كاين الإضرابات ما تقراوش. البارح قاتلنا الشيخة تاع العربية جو تقراو، واليوم الصباح كي جينا ما لقيناهاش، حتى قالتنا المراقبة ما تقراوش قاتلنا. الإضراب يأتي بعد رفع التكتل النقابي للوزارة الوصية جملة من المطالب ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومهني، لكنها لم تلقى التجاوب المطلوب. طبعا الاستجابة تختلف من ولاية إلى أخرى وأحيانا من مؤسسة إلى أخرى. نريد التفاتة قوية لقطاع التربية. من المؤسف أن يكون تنصل من مطالب العمال والموظفين بإجابات منذ سنوات نفس الإجابة، أن هذه المطالب الكبرى تتعداني. من جهتها الوزارة الوصية وعقب الإعلان عن هذا الإضراب جددت تمسكها بالحوار لحل المشاكل العالقة، وأعلنت وزيرة التربية الوطنية عن الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين للنظر في الملفات المطروحة. الإضراب وإن برمج ليوم واحد إلا أنه سيكون متبوعاً باعتصامات ولائية أمام المديريات الجهوية للقطاع ابتداءً من يوم غد.